ليفربول يستقر على بديل ساديو ماني. ليفربول يقدم عرضا لبنفيكا البرتغالي. المدير الرياضي للريدز جويلان وورد يتفاوض على ضم داروين. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. اكدت تقارير صحفية ليوم الاربعاء ان نادي ليفربول استقر على بديل للسنغالي ساديو ماني، اذ اصر على الرحيل هذا الصيف. ويرغب ليفربول في ضم المهاجم الاورجوائي نويز لاعب بنفيكيا حال اصر ماني على الرحيل. واوضح موقع ذا اتلتيك الرياضي ان ليفربول قدم عرضا لبنفيكيا البرتغالي، النادي الذي يحترف فيه نويز منذ 2020 قادما من الميريا الاسباني، ليصل الى 100 مليون يورو. واضاف المصدر ان المدير الرياضي للريدز جويلان وورد يتفاوض على ضم داروين نويز بناء على طلب من المدير الفني الالماني يورجن كلوب، لكي يكمل خطة هجوم الفريق في الموسم المقبل مع المصري محمد صلاح والكولومبي لويس دياز، حال لم يكمل ماني مسيرته مع النادي. وانتهي عقد نويز مع بنفيكيا في صيف 2025، وقد جذب اللاعب الانظار اليه في عمر صغير بفضل أدائه المميز مع الفريق الذي خاض معه الموسم المنصرم 41 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا منها 6 أهداف في دوري الأبطال.